أسفرت انتخابات التجديد النصفي لغرفة التجارة والصناعة عن فوز قائمة الأسرة، وعقب إعلان النتيجة أعلن رئيس الغرفة علي ثنيان الغانم أن هذه الانتخابات عكست روح التلاحم لدى الشعب الكويتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى صحبه. طبعا اليوم أعتبره يوم مفخرة لأهل الكويت والأسرة الاقتصادية بالكويت. من الساعة 8 إلى انتخابات نعتبر مفخرة هالتلائم والتكاتف بين الجميع. لم نجد أي اعتراض ولا أي مشكلة من أي واحد، ونتيجة كانت ممتازة، وهذا طبعا يدل على طيبة أهل الكويت، تكاتف أهل الكويت واحترام أهل الكويت للديمقراطية. هذه الديمقراطية في غرفة التجارة هي تعكس روح الكويتيين كلهم، وهي تمثل فعلا روح الاقتصاديين والمهمين الاقتصاد في هذا البلد. وإن شاء الله أتمنى للجميع التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله سوف نحتفل كلنا بنتائج إيجابية للوضع الاقتصادي بهذا البلد.